جرح أكبر من زماني ومن الفريق الفايز فائز فائز الفائز ايوه الفائز الفريق الفائز ب 200 نقطة من الجمهور تتوقعون مين؟ 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 مين يا ترى؟ مين؟ 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 قول مين؟ قول مين؟ بسرعة عليال وسعد بن فهد مالك المطبخ كفو استاهلون استاهلون يستاهلون سعد بن فيصل وعليان 200 نقطة من يستاهلون مو من خلاص عاد تنقص شوي انت تدري مش لكبك؟ طلعتك بندر قال اطلع منها اي والله طلعتك وشو؟ ولا لو انه احنا متعاونين هو متعاون معي بالعكس هو اللي قاعد يقول صلح كذا وصلح كذا صاد زو هو حرك الكوشن هو اللي زبط كل شيء اجي كذب علي لا 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 طبعا الان نبدا بالتقييم يا اخوان يلا مشينا قدم 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 الله ان شاء الله انا مالكم انا اجي قدم لك الزي انا ماني بعاين اخلص يلا احد يناظر ماني بناظرين اخلص 400 600 صلح كذا كذا واحد انا مش ريان يا ريان ريان تقيم على كيفك تقيم يا ريان قيمنا طبعاً 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 الفريق الفريق الفايز الفايز بالنقاط بالنقاط الفريق الفريق ما حد ما حد ما حد ما حد طيب عليان وسعد أخذوا على الوقت وقت 400 نقطة الدرجة كاملة استاهلوا استاهلوا وأخذوا على الشكل 100 نقطة من أصل 400 نقطة يستاهلوا شكل الطبق يكفيك شكل عليه وش يسوي لك 400 درجة كاملة يستاهلوا أما الطعم أعم أعم من أصل 800 نقطة كم تتوقعوا خير 800 أخذتوا 100 نقطة هذا الدفتر ليه يستاهلوا 800 نقطة أما من ناحية النظافة زيرو للأمانة لا أخذوا معقول من أصل 400 350 نقطة بس 400 درجة حبيت اللعب بالأعصاب طيب الآن عليان وسعد أخذوا 2000 أخصم منها 1000 اللي هو سعر الشراء تطلع لكم 1500 بغير اتصالات طبعا الفريق الثاني محمد بندر وبندر العلي علي 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 الوقت أخذوا عليه 600 درجة كاملة حي حي اللي يصفقون وعلى الشكل أخذوا تعاون أجل ها 300 من أصل 6 صفقوا على قلب واحد أخذوا على الشكل 300 من أصل 600 نقطة ولماذا؟ 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 لأنكم خذيتوا 600 يستاهلون أما من ناحية الطعم أنا دائماً بالذات على الطبق ذا لازم أتأكد أن الطعم زين لأن درجته عالية 1200 نقطة واجد مو شوي صح ونقول ألف مبروك خذيتوا 550 نقطة من أصل 1200 نقطة على شنو؟ على البركة يعني خذيتوا 550 نقطة على الطعم؟ على ترى ما هي ناقص الرز ما هو باللي لا حرام ما هو باللي تكلمنا كذا مبروك 1200 نقطة أما النظافة أخذوا على باقي 600 نقطة على النظافة والمبروك المجموع 3000 نقطة اخصم منها 1500 750 750 على البركة المحتوى بعدين نحكم عليه نبغى نشوف الطبخ يا ولد نقرب وصفه بطفز وكلوبه كان طبخه يجوز على رضانا يحوز هذاك معنا يفوز قلنا ما شاء الله عليه الطاف نبغى نشوفه حتى نقرر وصوفه بطفز وكلوبه مهاره وين المهاره طبعا مشاهدينا الكرام
وصلنا معكم إلى نهاية فقرتنا، فقرة مقادير. مقادير يا قلبي، يا قلبي العنا مقادير، وش ذنبي أنا مقادير، يا قلبي العنا مقادير، وش ذنبي أنا مقادير. والله وش ذنبي صحيح. الزبدة يا إخوان، إلى هنا تنتهي فقرتنا، فقرة مقادير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله أننا ما زعلنا أحد منكم يا مسابقين ولا من 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 الجمهور. إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله غدا، وش بكرة؟ إيه غدا نلتقيكم بإذن الله، بكرة لقانا عشان الجمعة إجازة ويكند حركات، نروح تمامة، نروح تمامة. أسأل الله أتكلم جمعة ترى؟ لا لا نروح الإعلام. لا على العموم، ودعناكم الله وفي أمان الله. طبعا تكلم عن الصدقة. الصدقة يا طويلة، الصدقة أول شيء تكفى اليتيم. صوت يا الرابع، يا الرابع صوت. مشيت كنت في مكرونة وطلعت. تكلم عن الصدقة. مش اسمه أكفى اليتيم الأول في وادي عمود. وادي عمود في جيزان. الفرد 300 ريال، والوالدين 600، والأسرة 900. تصدقوا لأجل صح تيسر حياتكم وتيسر أموركم، وأسأل الله التوفيق وفي أمان الله مع فقرة مقادير. ودعناكم الله يا جماعة. يا أمان الله. أي خدمة الرب. وين؟ أقوى ولا شيء أمدح. أي خدمة يا الرب. يا مرحبا. الله الغدا الغدا. والله الجو الجو بسم الله الجو حارق ما رقد زين. الله يبين. أي خدمة يا الربع. الله يسر أمرك يا حلا. الله يوفقكم. الله يستر عليك إن شاء الله. هيوا الطاف نبغى نشوفه حتى نقرر وصوفه، وطف وزكلوفه نهارة المرتوية. خلص واستوى ندوق من نسوى ونقرر المحتوى بين